السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم بنتكلم عن كريم سودو كريم. الكريم ده خاص بالاطفال وخصوصا منطقة الحفاض، ولكن احنا اللي بنستخدمه في الفيديو ده ككريم للكبار، خاصة في تفتيح الاماكن الحساسة ومنطقة تحت الابط الاندر ارم. الكريم ده قسما بالله عن تجربة شخصية جاب معايا نتيجة مذهلة والله العظيم يا بنات، سحر. هقولك ازاي تستخدميه وليه استخدامات كتيرة جدا، تابعيني للنهايه. وكمان لو انت ام وحابه تعرفي عنه اكتر وبعد ما تشوفي رأيي فيه وحابه تجربيه لطفلك تابعيني للنهايه. في نهايه الفيديو هتكلم عن الكريم ده، جزء خاص من الفيديو هخليه خاص بالاطفال في النهايه، ولكن موضوعنا الاساسي هو للكبار. لو اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك بالقناه. في البداية ده حجم الكريم اللي انا جايباه. الكريم ده موجود منه احجام كتيرة، يعني في منه 30 جرام، في 60 جرام، في 50 جرام، في 250، في 125، لحد 400 جرام، كبير جدا. سبق وجبت ال 400 جرام ده، قعد معايا حوالي 7 او 8 شهور والله العظيم زي ما بقول لكم كده. الكريم ده 125 جرام، ده طبعا كريم اصلي 100% لان انا متأكدة ان هو اصلي، هو جاي لي من بره، فهو ان شاء الله يعني اصلي. حتى ما في الاستخدام نفسه انا بحس فعلا ان هو منتج اصلي لان نتيجته روعة. الكريم ده كان بيجي طبعا كل المكتوب عليه عربي، دلوقتي في نسخة تانية مكتوب عليها، قصدي كان الاول بيجي كل المكتوب عليه انجليزي، لكن دلوقتي في نسخة تانية مكتوب عليها بالعربي عادي. فما تقلقيش لو شفتي اي ريفيوهات تانية وتقولك لا لازم يبقى كله كتاب انجليزي، لا زي ما انتم شايفين كده في كتابة بالعربي. مكتوب عليه هنا ان هو كريم مضاد لالتهابات الحفاض وبيخفف التسلخات السطحية. هنا الكريم اللي معايا 125 جرام، طبعا بتحفظيه في درجة حرارة الغرفة، يعني ما ينفعش تحطيه في التلاجة ولا تسيبيه في مكان حار عشان برضو ما يبص، لأنه هو في الأول والآخر ده منتج طبي. ده حجم الكريم اللي معايا 125 زي ما قلت، وده شكله من جوه. طبعا انا بستخدمه كتير جدا، انا عندي اطفال فبستخدمه كتير جدا للاطفال وليا كمان. زي ما انتم شايفين كده هوريكم الملمس بتاعه، هو كريم يعني اقل كمية منه يعني بتغطي منطقة كبيرة. يعني انا مثلا بحطه كده تمام، برجع بعد ساعة بعد اتنين بعد تلاتة بعد اربعة بلاقي في اثر لسه للكريم، ما بتمسحش بسهولة. الكريم ده فعلا ما بتمسحش بسهولة. فايدة الكريم ده ان هو اصلا يعني بيشتغل كطبقة عزل، يعني هو بيعزل الجلد او المنطقة المتضررة عن اي عوامل خارجية، تمام، ما بتمسحش بسهولة زي ما انتم شايفين كده. وحتى يعني الامهات اللي بيستخدموه هيفهموا انا بقول ايه. دي مع بعض في اول استخدام من استخدامات سودو كريم اللي انا شخصيا مجرباها، تفتيح المنطقة الحساسة، المنطقة اي منطقة عموما فيها اسمرار، وخصوصا المنطقة الحساسة ومنطقة تحت الابط. الناس اللي بيكون عندها منطقة الاندر ارم فيها اسمرار شوية نتيجة الاحتكاك تتابعني تمام. في البداية انت هتاخدي كمية بسيطة خالص، بس قبل ما تحطي الكريم بتاعك على اي منطقة انت حابة تفتحيها اول حاجة بتغسليها كويس جدا جدا. بعد كده التنشيف يا بنات لازم المنطقة تكون ناشفة، ما ينفعش تكون لسه غسلها وتحط الكريم، ما ينفعش تماما. بعد كده بتفرشي الكريم بتاعك طبقة خفيفة خالص على المنطقة اللي انت حابة تفتحيها. شوفوا انا خدت كمية بسيطة قد ايه وهرجع بقيتها، لان هو الكريم فعلا فظيع، يعني اقل حاجة منه شوفوا يعني والله واخدة كمية بسيطة خالص، اقل كمية منه بتعمل كتير تمام. انت وزعتيها بالشكل ده طبقة خفيفة يا بنات، يعني ما تجيبيش حتة كبيرة وتدهني وتقولي اه كل ما احط اكتر كل ما المنطقة هتفتح بسرعة، لا هو طبقة خفيفة بس. كمان تاني استخدام لينا الناس اللي بتعمل سويت او حتى بتستخدم البراون في المنطقة الحساسة او تحت الابط، او حتى لو بعد ما بتشيلي الشعر من منطقة الايد او الرجل وبتلاقي فيه حبوب بعد كده، تقدري برضو تستخدمي الكريم ده، لان هو يعني فايدته الاساسية اصلا للاطفال ان هو بيحارب الالتهابات، وكمان بيشتغل كملطف ومرطب للجلد، فيبقى حلو جدا جدا لو استخدمتيه بعد السويت او البراون.
تالت استخدام معانا الكريم ده بتقدري تستخدميه لو عندك تشققات في الايد، في ناس كتير في فصل الشتاء ايديها والله بتعمل تشققات وبيطلع منها دم وبتبقى خشنه جدا وعامله قشور، وكمان الناس اللي عندها تشققات في القدمين، في القدم التشققات اللي بتبقى في كعب الرجل دي برضو، لان الكريم ده اصلا فيه اكسيد الزنك او الزنك ده اساسا بيعمل تقابض للمسام، فبيمنع ان الجلد يعني يفقد الرطوبه اللي بتكون فيه، بيحتفظ بالرطوبه في الجلد والميه في الجلد، فبالتالي بيعالج التشققات. رابع استخدام معانا لو لا قدر الله انت حصل لك اي حروق اي لسعه بسيطه تقدري تستخدمي فيه الكريم ده برضو، بتحطي طبقه خفيفه. شوف لحد الان من ساعه ما حطيت الكريم لسه موجود ازاي. رابع خامس استخدام معانا بيعالج التقرحات، الناس اللي عندها تقرحات. سادس استخدام معانا خشونة الجلد، في ناس بتعاني ان عندها مثلا منطقة الركبة بتكون خشنة، منطقة الكوع هنا بتكون خشنة، حتى رجليها بتكون خشنة، الساق نفسها بتكون خشنة، استخدمي الكريم ده برضو زي ما قلنا بيحفظ الرطوبة في الجلد، فبالتالي هتلاقي لا الموضوع اتغير معاكي تماما والجلد بقى رطب وبقى طري وناعم. كمان تقدري تستخدميه في علاج جلد الوزة، ده سبع استخدام معانا. طبعا عارفين ان جلد الوزة ده بيظهر نتيجة ان الجلد بيكون ما فيهوش اي ترطيب، فبالتالي الشعرايه بتدفن تحت الجلد ما بتلاقيش خلاص يعني حاجه تطلع منها، ما فيش مسام مفتوحه، ما فيش رطوبه في الجلد، فبالتالي الشعر بيكون مدفون وبتحبس تحت الجلد، فلو استخدمتيه ان شاء الله الموضوع ده برضو هتعالجيه. تامن استخدام معانا حب الشباب، الناس اللي بتعاني من حب الشباب كتير جدا في وشها استخدميه برضو طبقة خفيفة، بس تغسلي وشك كويس جدا الأول وما تطلعيش في الشمس، تقدري تستخدميه بالليل، يعني أفضل حاجة له بالليل لو هتستخدميه لبشرتك. تاسع استخدام معانا الكريم ده، الناس اللي بتعاني من البواسير والشرخ وصعوبة في الإخراج تقدري تحطي الكريم ده طبعا بعد ما تغسلي المنطقة الحساسة بتاعتك وتنشفيها كويس تحطيها عليه، لأن الكريم ده بيشتغل كملطف فهيقلل شوية من الوجع والألم. كده قلت لكم كل الاستخدامات اللي أنا أعرفها عن كريم سودو كريم بالنسبة للكبار، والله العظيم لو جربتيه ما هتندمي أبدا أبدا أبدا. بس هو عيبه حاجة واحدة بس، يعني للأسف ان عيبه حاجة واحدة بس، ان هو سعره غالي شوية. باقي الفيديو لو مش حابة تكمليه هو خاص بالأطفال، لو حضرتك بقى ام يا ريت تفضلي معايا للنهايه وتشوفي التجربه دي. انا الكريم ده عرفته بالصدفه لما كنت انا بره بالخارج ما كنتش في مصر، فجربت الكريم ده، سالت على جروب من الجروبات الخاص بالبنات طبعا نصحوني بيه الكريم ده، بستخدمه من اول طفل ليا لحد الان. والله العظيم يا بنات والله العظيم تجربه اكتر من 5 سنين، ان الكريم ده سحر للاطفال. قبل ما اجيبه كان بنتي الكبيره كان بيحصل لها تسلخات جامده جدا نتيجه سواء من ما فيش تهويه او حتى من العرق والاحتكاك لما كانت بتمشي، وكتير جدا كنت بلاقي التهابات، والله كان شكلها يعني تخليكي تعيطي انها طفله مش قادره تتحمل الوجع ده وانت نفسك شايفه ان التهابات شديده جدا جدا، كمان كان بيطلع لها حبوب في منطقه الحفاض. انا كنت بحس ان البنت ازاي هي مستحمله الكلام ده كله، تمام. فلما جبت الكريم ده وبدأت استخدمه لقيت ان الموضوع اختلف تماما، والله العظيم يا بنات والله والله ثم والله ان الكريم ده للاطفال مذهل ثم مذهل ثم مذهل، يعني انا مش قادرة يعني ابرهن باكتر من كده. ايه الكريم ده؟ مثلا ده العبوة الصغيرة 125 جرام، الكريم ده انا جايباه من شهر ونص لسه فيه اكتر من نصه، تمام هو مش باين قوي بس هو فيه اكتر من نصه. جبت قبل كده الحجم الكبير قعد معايا حوالي 7 او 8 شهور، احيانا كتير برضو نتيجة عن التسلخات والحبوب اللي بتظهر في منطقة الحفاض، كنت الاقي بنتي المنطقة اللي عندها في يعني منطقة الاخراج الفتحة عند فتحة الشرج كده الاقي فيه لون بني خفيف كده، لون الجلد اتغير. كان بعد فترة من استخدام من الكريم ده والله العظيم جلدها رجع تاني ولونه رجع تاني، فده
طبعا برهان اكبر ان فعلا الكريم ده بيفتح الجلد وبيعالج المنطقه اللي بيكون فيها اسمرار، بيرجعها لطبيعتها. بس اهم حاجه ان احنا نعالج الموضوع، يعني ما يكونش مثلا انت على طول بتستخدمي حاجه مش اقطان او في احتكاك على طول في منطقه ما بين الفخذين وتقولي ده انا بستخدم الكريم بس ما بيجيبش نتيجه. ما انت الاول لازم تعالجي الموضوع ده، فالافضل ان انت تلبسي حاجه قطن عشان ما يحصلش احتكاك. لو حضرتك مثلا تخينه شويه، ما لو ما فيش الموضوع ده خلاص انت من نفسك لما هتستخدمي مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه هتلاقي الموضوع مذهل. بالنسبه نرجع تاني بالنسبه للاطفال، جيبي الكريم ده على ضمانتي، صحيح هو غالي شويه ولكن والله بيقعد فتره طويله جدا جدا جدا، وكفايه ان انت هتحمي طفلك وخصوصا في فصل الصيف من العرق والقرف والكلام ده كله، وكمان ريحته حلوه مش وحشه خالص، حتى هو حلو جدا. وبالنسبه لمنطقه الابط يا بنات حلو جدا جدا لو انت هتستخدميه ليكي، كفايه ان هو بيمنع الـ العرق والريحه الوحشه، وافضل كتير جدا من اي مزيلات للعرق، ومكتوب عليها ان هي مزيلات عرق. في النهايه جيب الكريم ده.